في كل بيت أجهزة كهربائية وإلكترونية قديمة، وكثير منا بخزنها لأننا مش عارفين وين نروح فيها، وبالنهاية نتخلص منها كأنها نفايات عادية. بس اللي ما بتعرفوه إنه هاي النفايات ضارة جداً لبيئتنا ولصحتنا، لأنه فيها أنواع كثيرة من المواد السامة مثل الزرنيخ، الكادميوم، والزئبق، الرصاص، والبلاستيك، اللي بيحتوي على مواد خطيرة جداً اسمها الملوثات العضوية الثابتة، والتخلص منها بطريقة خاطئة بيسبب تلوث للهواء اللي منتنفسه، وجزء منها بتسرب وبتوصل للمي اللي منشربها. اليوم صار عنا شركات مرخصة من وزارة البيئة تجمع هاي النفايات وبتعمل على إعادة تدويرها، وهيك نتخلص من ضرر النفايات الكهربائية والإلكترونية، وبنفس الوقت منوفر فرص عمل لكثير من الشباب والشابات. كل اللي مطلوب منكم تتواصلوا مع وزارة البيئة على الرقم 55 60 113، أو تزوروا الموقع الإلكتروني للوزارة www.moenv.gov.jo حتى يساعدوكم لا تتخلصوا من النفايات الكهربائية والإلكترونية، ويدلوكم على مواقع التجميع اللي جهزتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي في عمان والزرقاء وإربد والعقبة. دوركم مهم، كونوا جزء من حملتنا حتى نحمي بيئتنا. خلص عمرها، أعطيها حياة.